تعالوا نشوف كده ايه هي اول وصفة، وهي البيبروني. نعمله في التوست وسايح ويجنن. مقاديري عندي هنا الجبنة، عندي الجبنة الشادر الاحمر شرايح، جبنة جودة شرايح، عندنا البيبروني والتوست الابيض، عندي اللبن، البيض، الزبدة، وكمان الملح والفلفل. مقاديرنا سهلة سريعة لذيذة جدا، بس طعمها مختلف. يلا تعالوا بقى. نبدأ مع بعض. رشة ملح وفلفل مع البيض واللبن. يلا بينا يلا بينا نسخن الطاسة بتاعتنا ونبدأ في عمل التوست واحد واحد كده. تعالوا نشوف. هجيب هنا أول قطعة نحط. يلا بينا. والبيبروني كده. وبنقطعه بالشكل ده. والبيبروني وهبدأ هنزل بالزبدة كده هنا، وهحط أول. شوفوا بقى، شوفوا ده الجبن كده لما بتسيح معاه بيطلع يجنن.